مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة بعنوان مخاطر تلوث المياه. في السنوات الأخيرة أعرف المغرب تغيرات جوية مؤثرة، وفي نفس الوقت كثر الطلب على استهلاك الماء العذب، هذا الماء اللي هو منبع الحياة، من الضرورة يكون نظيف وصالح للاستهلاك. عوامل تلوث الماء العذب كثيرة وخطيرة على الصحة. كل منابع الماء العذب من أنهار وويديان وآبار كيخص تكون محمية من كل أنواع التلوث. المياه العادمة والنفايات والبلاستيك وبقايا المصانع من المصادر الملوثة للمياه. كيفاش ممكن نحميو هذه الثروة المائية اللي كتشكل فقط 3% من مياه الأرض؟ من بين مصادر تلوث المياه هناك المياه العادمة الصناعية، المياه العادمة المنزلية، الأنشطة الفلاحية والنفايات الصلبة. شنو هي الإجراءات اللي اتخذتها الوزارة لمكافحة تلوث المياه؟ من بين الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمكافحة التلوث هناك إصدار القوانين والنصوص التطبيقية المصاحبة لها، إنشاء مطارح مراقبة جديدة، إعداد وتهيئة مطارح كانت عشوائية سابقا، إنشاء محطات معالجة المياه العادمة. ما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميع.